مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. تمكن نور مارو من بعد شهر من تخطيه لحاجز 4 مليون من حصد أكثر من 5 مليون مشترك على يوتيوب، فشارك هالستوري اللي بيشكر فيه الجلادي. تقريبا من شهر يا جماعة، من شهر دخلنا 4 مليون، واليوم نحن 5 مليون جلاد وجلادة، 5 مليون محب، 5 مليون أخ وأخت. شكرا كتير لكم يا جماعة، يعني الحمد لله ما عم بروح تابع على الفاضي، وانا بحاول اسوي لكم قدر المستطاع. ترتيبات انس واصاله واسامه للبيت الجديد ما خصت لحد الان، فشارك انس هذا الستوري على انستغرام وهم بيركبوا العفش الجديد للبيت. اوكي يا جماعه، انا برايي اول برغي انس بيحطه بالبيت لازم يكون شو نحطه ويشوفوا العالم موثق، يعني عليك الله عليك. كانك حطيته غلط. رد مرسال بستوري على انستغرام على الناس اللي تحاول تزرع فتن بينه وبين جواني. يا جماعة امبارح كتير كتير وصلتني رسائل انه قصدك جواني، ما انت بتحكي على جواني؟ ليش عم تحكي على جواني؟ مين جاب سيرته جواني يا جماعة؟ بالعكس انا ما قصدت حدا. على فكرة فيديو جواني شفته اليوم وكان حلو يعني. أما جواني ومن بعد ما شارك ستوري البكاء واللي أثار الجدل، لاقى جواني عدد كبير من الانتقادات والهجوم واتهامه باغتنام الفرصة والموضوع لحصد المشاهدات والاشتراكات، فرد جواني بهذا الكومنت على البوست ونشره بستوري على انستغرام وطلب من اليوتيوبرز وللمرة الثانية التحدث والتحرك تجاه هذا الموضوع. أما نور ستارز ومن بعد ما أطلقت أغنيتها الجديدة فعم بتحضر نور لمفاجآت جديدة، ومن بينها فلتر للأغنية وردت فعلها على ردود الأفعال على فيديو كليب بلوك. بدي واضح كم نقطة. أول شيء عم بشتغل لكم على فلتر خاص بأغنية بلوك، ترقبوه صار لي فترة كتير طويلة عم بشتغل عليه وهلأ بآخر خطوات نحن، سو ممكن ينزل لكم قريبا. هاد أول خبر. تاني خبر، كل حدا عم بيعمل ردة فعلي على الأغنية طبعا. أوكي عم شوفكم، وهالمرة عجب بدي أعمل فيديو شوف فيه ردود أفعالكم، سو ما عم بحضر الفيديوهات، ما عم شوف شو عم بتكون ردة فعلكم، بس بدي أعمل فيديو عن هالموضوع وأكيد ححط العالم اللي أنا بحبهم، يعني ما ححط الكل حب. وبستوري ثاني طلبت نور الدعاء من المتابعين لوالدتها لأنها محتاجة الدعاء حاليا، فبتمنى من الكل يدعي لأم نور حاليا. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.